ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو راح تكون حول مادة الفيزياء، معناها كل واحد فيكم شعبة رياضي، تقني رياضي وعلوم تجريبية. أبقى هنا راح نمد لك معلومات مفيدة جدا وراح تستعملها في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا. قبل ما نبدأ ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هذا الفيديو راح يكون فيه نصيحتين، نصيحة كيف راح ندير علامة في الفيزياء، والنصيحة الأخرى يعني حاولت اني ندير تطبيق على في يعني في وحدة الكهرباء دارة اف سي، راح ندير المعادلة التفاضلية بدلائل اي سي دي تي كيو دي تي و اي دي تي اي دي تي اللي راح تحتاجوهم، لانه دائما راح تكون عليهم اسئلة عندنا. يعني لا بليبار تاعكم يحير كيفاه علاه ما نديش لا موين في الفيزياء، علاه ما تديش؟ لانه دائما تحط في بالك بلي راح ندي قانون، كيما راح ندي هذاك القانون راح يجيب لي ونخدم به، ولا من بعد تلقى روحك حابس مامبا كيفاه قادر تبدا في حل السؤال اللي راح يمده لك. هو مش راح يمد لك قانون، هذوك اللي راح نهزوها مش راح تستعملها مباشره، كاين صح اسئله وانا راح تستعملها مباشره، لكن كاين اسئله وين يليق لك تعرف كيفاه تخدم بالقوانين اللي عندك باه تمدلو هو وشحال. مثال عندنا في الوحده الاولى كميه الماده، كاين كذا من طريقه باه نحسب كميه الماده، وعندنا قوانين ياسر القوانين، مثلا عندنا الكتله الحجميه، الكتله الموليه، درجه النقاوه، عندنا الكثافه، هادو كامل لازم يكونوا عندك، ومن بعد تعرف كيفاه تخلطهم في بعضهم باه تخرج له الاجابه تاعو. هنا راح نشوف كيفاه راح نستعمل القوانين تاعي باه نخرج له المعادله التفاضليه بدلاله هاد الكميات الاربعه. إذن واش راح نبدا؟ راح ندير راح نحل هذا التمرين ونشوف كيفاه راح نستعمل القوانين اللي عندي. عندنا المعادله التفاضليه بدلاله اي سي دي تي، قبل ما نبدا كلش راح ندير الداره اف سي. عندي داره اف سي واش فيها؟ راح تكون فيها المقاومه اللي راح نمزلها ب اف، وكذلك مكثفه راح نمزلها ب سي. عندي هنا كي تكون، وعندي هنا مولد كهربائي ذو توتر ثابت او. عندي هنا كي تكون، هنا عندي كي تكون البديله في الوضع، هنا كي تكون البديله تاعي في الوضع واحد، وكي تكون البديله تاعي في الوضع اثنين، هنا واحد هنا اثنين. قبل ما نبدا عندي كي تكون البديله في الوضع واحد ويقول لك ما هي، يعني ماذا يحدث، او الظاهره التي تحدث هي ظاهره شحن المكثفه، معناها مجموع التوترات على التسلسل راح يساوي لي او. في الحالة الثانية عندي مجموعة التوترات على التسلسل شحال حيمد لي؟ حيمد لي صفر. علاه؟ لأنه هذاك التوتر راح نقوم بعملية تفريغ المكثفة بالتوتر اللي شحناها به في الموضع واحد. هذا فيما يخص يعني باه كي نبدا نهضر على المعادلة التفاضلية. إذا كانت فقط في الموضع واحد راح ندير مجموع راح يساوي لي، عندي إذا كان كيف راح نبدا حسب قانون جمع التوترات على التسلسل. هنا في الإجابة النموذجية حسب القانون هذا واش عندي؟ عندي U R دو تي زائد U C دو تي تساوي U. عندي U R دو تي زائد U C دو تي تساوي لي U. هنا كيكون موضع في واحد، إذا كانت في اثنين راح نحط زيرو. إذا أنا واش حنخدم؟ فقط راح نخدم بالموضع واحد. كيف كيف؟ نتيجة لأنه واش نسحق؟ أنا نسحق في الطرف الأول من المعادلة. إذا راح نخرج لك دلالة إي سي دي تي. أنا واش عندي؟ راح نخليها إي سي دي تي هنا. عندي إي إف دي تي واش تساوي لي؟ هذا هو قانون أوم بين طرفي المقاومة، حيساوي لي إف في إي دي تي. وإي دي تي تاعي هذه واش هي؟ تساوي لي دي كيو على دي تي. والكي تي يعني كي دو تي، هادو كل قوانين راح يمدوهم لك في الاول. هادي قانون، هذا قانون كي دو تي واش حيساوي لي؟ يساوي لي سي في او سي دو تي. اذا من هنا واش راح ندير؟ عندي من هنا راح تخرج لي دي كيو على دي تي، دي كيو على دي تي. هادي كيف راح نخرجها؟ راح تساوي لي سي، لانه ثابت راح نشتق دي او سي على دي تي. هذا فيما يخص هاد يعني هاد القانون، كي نعوض راح نشتق هادي
مشتقة تاع سي بما انه ثابت راح يبقى كيما راح نخرجوا لانه عندي مشتقة لندا في اكس راح تساوي لي لندا هذه كامله كي ندير مشتقة تاعها راح تعطيني لندا في مشتقة اكس اللي هي واحد اذا راح يبقى بما انه جداء هنا راح يبقى الثابت تاعي يعني. عندي راح تساوي لي هذه ثم واش راح ندير فقط راح ندير اي ار دو تي واش تساوي لي هنا فقط راح نعوض دي كيو على دي تي اللي هي اي دو تي تبقى لي اي ار واش تساوي لي ار في سي اي ار تساوي لي ار في سي في دي او سي على دي تي هذه هاد القيمه تاع دي كيو على دي تي اللي هي اي دو تي عوضتها هنا خرجت لي هذه القيمه اذا هذه راح نسميها مثال اثنان وهذه واحد راح نعوض اثنان في واحد واش راح تمد لي راح تمد لي اف في سي لانها اف دو تي عندي اف في سي دي او سي على دي تي زائد اي سي دي تي تساوي لي اي من بعد انا كيفاه نكتب يعني المعادله التفاضليه دائما راح نحاول نكتبها من الشكل مشتقة تاع المقدار اللي مدهولي معناها المشتقة هذه دي او سي على دي تي دي او سي على دي تي يعني زائد ا في القيمه انا واش راح ندير هنا فقط راح نقسم على اف في سي كي نقسم على اف في سي هنا هذه راح تروح لي تبقى لي زائد واحد على اف في سي اي سي دي تي زائد او عفوا تساوي في الطرف الثاني راح نقسم طرف يعني طرفين على اف في سي تساوي لي او على ار في سي ها واش بقى لي في المعادله تاعي هذه المعادله التفاضليه بدلاله اي سي دي تي هذا فيما يخص المعادله التفاضليه بدلاله اي سي الان نروح الى المعادله التفاضليه بدلاله كي دي تي او شحنه التيار الكهربائي عندنا اثنان حسب قانون جمع التوترات على التسلسل راح نعاود نفس العمليه واش عندي عندي او ار دو تي زائد اي سي دو تي تساوي او هنا او قلنا كي نكون في الموضع الاول ثم صفر في الموضع الثاني انا اللي يهمني راح تهمني الطرف الاول من الطرف الاول من المعادله ثم هما من بعد يعني حسب المعطيات اللي راح تكون عندك في التمرين عندي هنا اي ار دو تي هنا واش راح ندير عندي راح نكتب بدلالته راح نكتبها بدلاله كيو دي تي معناها راح نحاول نخرج منها هذه المقدارين راح نحاول نكتبهم بدلاله كيو دي تي انا واش عندي هنا واش نعرف باللي هذه واش تساوي لي تساوي لي اف في اي دو تي هذه كامله واش راح تساوي لي زائد نكتبها نورمال اي سي دو تي تساوي لي او عندي هنا ثم هذه اي دو تي واش تعطيني تعطيني اي دو تي تساوي لي درنا عليها هنا دي كي على دي تي اي دو تي تساوي لي دي كي على دي تي اذا راح نعوضها هنا واش راح تمد لي اف في دي كي على دي تي زائد او سي دو تي واش راح تمد لي تساوي او فقط عوض اي اف دي تي صح الان نروح نشوف اي سي دي تي نحاول اني نكتبها بدلاله كيو دي تي انا واش عندي عندي كيو دو تي واش تساوي لي تساوي لي سي في او في او سي تساوي لي سي في اي سي معناها كي نخرج اي سي هنا واش تساوي لي اي سي دو تي راح تساوي لي واحد هنخرج هذه واحد على سي في كيو دو تي خرجت اي سي دو تي بدلالة لازم نخرج المقدار هذا اللي عندي بدلالة كيو دي تي باش نقدر نعوضو في المعادلة التفاضلية هذه هي واحد وهذه اثنان واش راح ندير راح ندير واحد رقع نعوض نعوض اثنان في واحد فنجد واش راح نلقى راح نحط هذه القيمة هنا ثم يعني راح نمسح هنا بركة واش راح تمد لي راح تمد لي يعني
باه ما تروحش فقط يعني بالمعادله التفاضليه من يعني او بدلاله اي سي دي تي، يعني قادر يبدل لك المقدار هذا ويقول لك احسب هذه يعني اجد جدها بمقدار اخر. نعوض 2 في 1 واش نجد؟ راح نجد اف في دي كيو على دي تي زائد 1 على سي سي كيو دو تي تساوي او. ثم قلنا نخليو دي كيو على دي تي وحدها، راح نخلي دي كيو على دي تي واش معناها هنا؟ راح نقسم على اف كل اطراف المعادله او طرفي المعادله عفوا على اف، 1 على اف في سي كيو دي تي تساوي دي او على اف. هذا فقط واش درنا وخرجنا المعادله التفاضليه، هذا 2 وخرجنا المعادله التفاضليه بدلاله كي دي تي. الان راح نشوف المعادله التفاضليه بدلاله او اف. المعادله التفاضليه بدلاله او اف دي تي راح نخدم نفس الخدمه حسب قانون جمع التوترات على التسلسل. لدينا او اف دي تي زائد اي سي دي تي تساوي او، هذا كي نكون في الموضع واحد راح نخدم هكا. عندي في هذه كامله اول حاجه راح نديرها كي تكون كيطلب مني المعادله التفاضليه بدلاله او اف دي تي واش راح ندير؟ راح نشتق طرفي المعادله. كي نشتق طرفي المعادله واش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي دي او اف على دي تي زائد دي او سي على دي تي. هنا واش تبقى لي؟ تساوي مشتقه ثابت راح تمد لي صفر. اذا هنا واش راح ندير؟ راح نخلي دي اي اف على دي تي، هذه راح نخلاها وهذه راح نكتبها بدلاله اي اف دي تي. كيف راح نكتبها بدلاله اي اف دي تي؟ تبعني مليح. انا واش عندي؟ عندي من القوانين اللي راني حافظها ديجا من الدرس، عندي كي كنقول لك اللي قلت في الاول تاع الفيديو حيمدهولك القانون، قصدي القانون اللي انت حافظه في الدرس. القوانين هادو قبل ما نبداو كامل قوانين نقراوهم بعد نبداو في الوحده. عندي كي كي انا على بالي بلي كي دو تي راح تساوي لي سي في او سي دو تي، عبالي بهادي. اذا او سي دو تي تساوي 1 على سي في كي دو تي. هادي دي او سي دائما راح نجيب هاد المقدار اللي عندي ونشوفو كم يساوي ونخليه يعني وراح نكتبو بدالة او اف دو تي. تبعني مليح. عندي دي او سي على دي تي، هادي راح نشتق الطرفين تساوي لي هذا عدد في يعني في مقدار، هاد العدد راح يبقى كيما راه، 1 على سي في دي كيو على دي تي. وهذه دي كيو على دي تي وش هي؟ هي اي دو تي، معناها عندي دي او سي على دي تي تساوي 1 على سي في اي دو تي. هذه اي دو تي، وانا واش نعرف العلاقه بين اي دو تي و او اف دو تي؟ الان راح نشوف العلاقه. عندنا حسب قانون اوم بين طرفي المقاومه، عندي او اف دو تي تساوي لي 1 على عفوا نساوي لي اف في او اف في اي دو تي. هذا هو قانون اوم بين طرفي المقاومه. عندي من هنا راح نخرج اي دو تي تاعي تساوي لي 1 على اف في او اف دو تي. هذه راح نعوضها هنا واش راح تمد لي؟ دي او سي على دي تي راح نعوضها في دي كيو على في الاي تي في الاي دو تي تي تساوي لي 1 على سي في اي دو تي اللي هي 1 على اف في او اف دو تي. هذه راح نسماها 2 وهذه راح نسماها عفوا وهذه راح نسماها 1. الان راح نعوض 2 في 1 بتعويض 2 في 1 واش راح تخرج لي؟ بتعويض 2 في 1 دي او اف على
كلية بدلالة إي آخر دي تي. وجاوبنا على سؤال باستعمال قوانين اللي عندنا. هكا تستعمل القوانين باش ديما تلقى روح، يعني راك تلقى الحل. كون ما تلعبش بالقوانين تاعك راح تبقى تشوف وما تلقاش الحل. هدف ما يخسر قلنا الا يعني السؤال حسب اولا اذا طلب مني المعادله التفاضليه بدلاله التوتر بين طرفي المقاومه. الان نشوف بدلاله شده التيار. كذلك راح نستعمل نفس يعني نفس الطريقه. البدايه تاعي دائما راح تكون حسب قانون جمع التوترات على التسلسل. فقط هنا واش راح ندير، راح نشوف الاي اف دو تي تاعي هذا، يعني قبل ما نشتق راح نشوف الاي اف دو تي تاعي. تحب تخدم تشتق ومن بعد تلقى، ولا نعوض ومن بعد نشوف المقادير تاعي. عندي اي اف دو تي تساوي لي اف في اي دو تي، وعندي هنا اي سي دو تي راح نحاول نكتبها بدلاله في تساوي لي واحد على سي كيو دو تي. اذا كي نعوض واش راح تمدلي، تمدلي اف راح نعوض هاد يعني المقدارين هادو راح نعوضهم هنا. راح تمدلي اف في اي دو تي زائد واحد على سي في كيو دو تي هنا تساوي لي او. ثم هذه كامله راح نشتقها، هذه كامله راح نشتق الطرفين صح. كي نشتق هنا عندي راح تبقى لي عدد في اكس كيما هضرت عليه، يعني حتمد لي اف في دي اي على دي تي زائد واحد على سي في دي كيو على دي تي يساوي مشتق الثابت مدلي صفر. اذا راح تمدلي راح نخلي هنا في الطرف هذا دائما راح نحاول نخلي المشتقه وحدها. راح تمدلي راح نقسم على اف دي اي على دي تي زائد واحد على سي في اف، يعني قسمت على اف هناك نقسم على اف يروحوا مع بعضهم دي كيو على دي تي. وانا مش على بالي باللي الاي دو تي تاعي شي هي دي كيو على دي تي. اذا واش راح تبقى تولي لي، راح نعوض فقط دي كيو على دي تي بإي دو تي. راح تمدلي المعادله التفاضليه دي اي على دي تي زائد واحد على اف في سي اي دو تي تساوي صفر. اذا خرجت لي المعادله التفاضليه بدلاله اي دو تي وهو المطلوب. هنا نكون جاوبت على يعني هذو الاسئله في اربعه. قلنا الاول والثاني فقط راح نعوض يعني بالقوانين. عندي هنا في اف دو تي اي دو تي واش راح ندير، راح نشتق يعني بي اف دو تي فقط نشتق ونحاول اني نخرج المقادير اللي عندي بدلاله اي اف دو تي. ثم هنا نقدر نشتق ثم نعوض، والا يعني نعوض ثم نشتق لا تخرج لي مباشره المعادله التفاضليه بدلاله اي دو تي. هكا نكون استعملنا المعلومات اللي عندنا باه نلقاو يعني باه نلقاو واش طلب مني، لانه هو يحوس على اقصد يعني في الاسئله راح يحوس على واش حاب هو. هذا فيما يخص يعني الفيديو تاع اليوم. اذا عجبكم لا فيديو واستفدتم منه تقدروا تخلوا لي كومونتير، راح نحاول ندير لكم ملخصات تستفادوا منها في ماده الفيزياء. بالتوفيق للجميع.